سواء كانت أرواح المؤمنين أرواح الأنبياء أو أرواح الرسل أو أرواح المؤمنين أو أرواح غير المؤمنين، فإن الله عز وجل أبقاها، هذه في نعيم تنعم وهذه في جحيم تعذب. ولذلك كما قال الإمام السيوطي: ثمانية من الخلق هذه ثمانية من الخلق لا يعمها، ثمانية والباقون في حيز العدم: العرش والكرسي ونار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. هذه الأشياء لا تفنى، أشياء الثمانية هذه الله عز وجل حكم على الأشياء كلها عند النفخة الأولى بأنها تفنى، ولكن هذه الأشياء فإنها لا تفنى ولا تموت. قلنا إذا كانت الروح لا يحيط بها الناس علما، فكيف يستطيعون أن يحيطوا بعلم الله عز وجل المتعلق بذاته وصفاته وأسمائه؟ ولذلك قال: ولا يحيط، والإحاطة هو العلم بالشيء من كل جانب. لماذا لم يقل ولا يحيطون بشيء من علمه؟ لماذا لم يقل ولا يعلمون شيئا من علمه؟ هل يصح هذا؟ لا. لماذا؟ لأن الله عز وجل الله يعلم، ليس معدوما وليس فناء، الله يعلم ولكن لا يحاط به علما. مفهوم هذا الأمر؟ هناك فرق بين العلم والإحاطة. فالإحاطة أنك تحيط بالشيء من كل جوانبه، هذا الإحاطة. العلم أنك تعلم الشيء، أنت تعلم الشمس موجودة ولا لا تعلمها، هل تحيط بها علما؟ لا تحيط بها علما، لأن فيها أسرار كثيرة. ولذلك أنت لما ترى الشمس في حالة الكسوف هكذا بدون ما تكون عندك نظارات فإنك تصاب بالعمى، هذا الشمس فقط، وهي مخلوق ومربوب، وهو شيء قليل بالنسبة لشموس أخرى. فإذا كان، هل تحيط بالمجرات؟ هل تحيط بهذه الأشياء التي خلقها الله عز وجل؟ بالأشياء التي لا تبصر؟ أنت لا تحيط بها، ولكنها معلومة موجودة. مثلا الفيروسات والميكروبات وهذه الأشياء، الفتاكة وهي أشد فتكا، ميكروب أشد فتكا، هل تعلمه؟ أنت تعلمه، هل تحيط بها علما؟ هل يرى؟ لا يرى، ولكنه موجود. فبالتالي هنالك أشياء غائبة عنا في عالم، هذا في عالم المخلوقات والمحسوسات والمنظورات وفي عالم الشهادة. فأنت تريد أنك تذهب بعيدا بعقلك، فهذا نوع من الغرور، لأن الإنسان لم يعرف قدره بعد، لم يعرف بأنه مخلوق، طاقته محدودة وعقله مخلوق لا يستطيع. ولذلك في عالم الغيب، العالم الذي ما وراء الموت كما يسمونه، هذا العالم لا يحيط فيه العقل، لا يحيط به العقل، لابد له من الإيمان، لابد له من الوحي، لا يجري فيه الإنسان بعقله، لأن كل ما وراء في عالم الغيب لا يجري على العقول، لأن العقول هناك أشياء هي فوق العقول فوق الإدراك. لما يتكلم الله عز وجل مثلا على الجنة على النار على ما في الجنة على ما في النار، بعض الأشياء فوق الإدراك، هي ليست من الأشياء المألوفة ولا المعروفة عندنا، لأنها ليست من عالم الأسباب والمسببات. كم بقي من الوقت؟ نستنى ولا شخلي وخمس دقائق في نجيب على بعض الأسئلة. قلنا لا يحيط، لذلك قال لا يحيطون بشيء من علمه. نعم. يعتبر المتفكرون لا يحيطون بأمره المتفكرون. نعم. لماذا؟ كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك، إلا ما خطر ببالك مما هو مسطور في الكتاب أو جاءت به السنة. أنا تفكر من خلال الآية، لكن الله عز وجل يرشدنا، نبهنا أن ننظر إلى آثار صنعته، انظر إلى، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، انظر في كل شيء، وما خلق الله من شيء، من أي شيء، أي شيء خلق الله تنظر فيه تجد فيه آيات تتدبرها. ولذلك أيها الإخوة، يعجبني ما كتبه البعض فيما يتعلق بالنظر. ولذلك الله عز وجل يرشدنا في القرآن الكريم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار
والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يتفكرون. يتفكر تنظر تتفكر تتدبر، وهذا التفكير غالبا ما يأتي بكثير من الأشياء، قضية الإيمان وقضية التعظيم وقضية الإجلال، وحتى أن بعد ذلك أن لما الإنسان يصلي صلاة يصلي وهو مملوء بالخشوع. أما الإنسان يترك هذه الأشياء التي خلق الله عز وجل من حوله ويترك وفي أنفسكم أفلا تبصروا، أشياء كثيرة في النفس الإنسان، ويترك هذه الأشياء ويذهب بعيدا بعقله في 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 عالم الملكوت، فإنه والعياذ بالله يصاب بالضلال. ولذلك قال أحدهم، قال: الكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك، العقل ليس بمدرك شيئا إذا ما الله لم يثبت له إدراكا. إذا لم يكن الله عز وجل يعطي له إدراك أو غطي على عقله هل يستطيع الإنسان أن يصل إلى شيء؟ حتى في معاشه فإنه يفسد عليه معاشه، تفسد عليه حياته. ولعل ما في النفس من آيات عجب عجاب لو ترى عيناك. يا أيها الإنسان مهلا، ما الذي بالله جل جلاله غراك؟ قل للطبيب تخطفته يد الردايا، يا عارف الأدواء من أرداك. أبدأ بالطبيب الذي كان يشخص الداء ويكتب لك الدواء الذي يكون فيه البر، فإذا هو يموت بالداء الذي كان يشخصه لغيره. قل للطبيب تخطفته يد الردى، يعني الموت. يا عارف الأدواء من أرداك؟ قل للمريض نجا وعفي بعدما عجزت فنون الطب، من عافاك؟ هناك من يقدر الله عز وجل له الشفاء في شربة ماء يشربها، لا أحد، ليس حتى دواء. قل للمريض نجا وعفي بعدما عجزت فنون الطب، من عافاك؟ قل للصحيح يموت لا من علة، من بالمنايا يا صحيح دهاك؟ لا بأس به، له عقل وله بصر وله فؤاد، وليس فإذا هو يسقط ميتا. قل للبصير وقد كان يحذر حفرة فهوى بها، ما الذي أهواك؟ بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام، من يقود خطاك؟ قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ولا مرعى، ما الذي يرعاك؟ الله عز وجل هو الذي يقدر له. قل للوليد بكى وأجهش بالبكى لدى الولادة، ما الذي أبكاك؟ هو خارج من الضيق إلى السعة، ما الذي يجعله يبكي؟ لأنه خارج إلى دار الابتلاء ودار المحن، إذا أضحكت قليلا فإنها تبكي كثيرا، وإذا كان فيها الصفو فإنه يعقبه الكدر، وإذا كانت فيها الصحة فإن يكون بعدها المرض، وإذا كانت فيها العافية يكون فيها البلاء، وإذا كان فيها القوة والشباب فإنه يكون فيها الضعف والكبر والشيخوخة، ثم بعد ذلك إذا كانت فيها الحياة فإنه بعد ذلك تؤول إلى الممات. قل للوليد بكى وأجهش بالبكى لدى الولادة، ما الذي أبكاك؟ وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك، واسأله كيف تعيش أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. ثعبان يحمل هو ذاته، يحمل ما يموت به الآخرين ولكن لا يموت به، واسأله كيف تعيش أو تحيا وهذا السم يملأ فاك، واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل للشهد من حلاك. شوف النحلة والذبابة وفي مستوى واحد فريد، هذه هي يحبها الناس وتنتج لنا، لا تسقط إلا على لا تأكل إلا طيبا ولا تخرج إلا طيبا، ليس طيبا فقد تخرج دواء وشفاء وشرابا يحبه كل الناس، لكن انظر إلى الذباب، لا يقع إلا على الأشياء القذرة، لا يحبه أحد ولا ينتج إلا البلاء ولا ينتج إلا الأمراض.
واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك. كيف هذا يختلف عن هذا؟ كيف كيف هم كيف كيف الذباب ولا كيف كيف؟ لكن الله عز وجل أوحى إلى النحل بأمر، وها الذباب كذلك له أمر واحد آخر يبين لك، لأن بالأضداد تعرف الأشياء. أنت لا تعرف قيمة النهار إلا إذا اسود الليل، ولا تعرف قيمة العافية إلا إذا أصبت بالمرض، ولا تعرف قيمة الشباب إلا إذا كنت في الكهولة والشيخوخة، وهكذا. بل سائل اللبن المصفى كان بين دم وفرث، ما الذي صفاك؟ هي تأكله عشبا أخضرا وأنت تشربه لبنا أبيضا صافيا نافعا مستسغا، ما الذي صفاك؟ ما الذي شكون اللي عطاله البنتورة البيضاء بالتعبير تاعنا تاع الدارجه؟ شكون اللي جعلوه ابيض؟ ما تفكرش الانسان هذا الشيء. ويخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. نعم. بل سائل اللبن المصفى كان بين فرث كان بين دم وفرث، ما الذي صفاك؟ قل للهوى تحسه الايدي ويخفى عن عيون الناس من اخفاك. أنت تستشعر بالريح وبالهواء، ولكن هل تمسكه بيدك؟ هل تراه بعينك؟ لا. قل للنبات يجف بعد تعهد ورعاية من بالجفاف رماك، وإذا رأيت النبت في الصحراء يربو وحده فاسأله من أرباك. في الصحراء مكان لا أمطار لا تجده تجده. وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره فاسأله من أسراك، واسأل شعاع الشمس يدنو وهو أبعد كل شيء ما الذي أدناك. قل للمرير من الثمار ما الذي بالمر من دون الثمار غذاك، وإذا ترى الجبل الأشم مناطحا قمم السحاب فاسأله من أرساك، وإذا رأيت النهر بالعذب الزلال يجري فاسأله من الذي أجراك، وإذا رأيت البحر بالملح الأجاج طغى فاسأله ما الذي طغاك، وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله من يا نخل شق فيك نواك، يخرج لك الرزق الطيب والثمر، وإذا رأيت الليل يغشي داجيا فاسأله من يا ليل حاك دجاك، وإذا رأيت الفجر يسفر ضاحكا فاسأله من يا صبح ساغ ضحاك، وإذا رأيت النار شب لهيبها فاسأل لهيب النار من أوراك. أين كانت النار كامنة في ذلك العود اليابس حتى إذا أحرق اشتعلت منه النار؟ أين كانت النار كامنة؟ هذه عجائب طالما أخذت بها عيناك وانفتحت لها أذناك، إن لم تكن تراها إن لم تكن تراه في هذه الأشياء فإن الله يراك. هذه كما قلت لكم أيها الإخوة، الإنسان يفكر وينظر في ملكوت السماوات والأرض وفي خلق الله عز وجل ويتدبر في آيات الله، فإن هذا أنفع للإنسان. وإنما احنا نذكر هذه العقائد نذكرها فيما يتعلق بما وصف الله عز وجل به نفسه في كتابه وبما وصفه به نبيه، ونذكر بعض الأشياء التي وقعت فيها الملل والنحال التي ظلت وخرجت والعياذ بالله وذهبت ووصفت الله عز وجل بغير علم، والحديث بقي فيما يتعلق في هذا الباب. أسأل الله العلي العظيم أن ينفعني وإياكم. إذا كان هناك حديث سؤال أو شيء، وإلا نختم أيها الإخوة.